أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أينما كنتم مرحبا بكم قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. كنا طبعا نستمع لأحلى وأجمل وأروع نشيد في هذه الدنيا. طبعا كل واحد فيكم يعتبر نشيد بلاده هو الأروع وهو الأجمل هو الأكثر تعبيرا. هذا النشيد الذي كتبه شاعرنا الراحل المفدي زكريا الذي مات في تونس منفيا، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي الراحل، هو كذلك هدية للشعب الجزائري. الجزائر تنزانيا في آخر مباراة في الجولة الثالثة، آخر مباراة في الدور الأول، في الجولة الثانية بين كينيا والسنغال من أجل المركز الثاني المؤهل إلى الدور الثاني. ضربة مع منتخب الجزائر، فريدي في تنفيذ المخالفة، وبابا رائعة، أولولو صعب الكرة هذه، ورفيق حليش يتمكن من صد هذه الكرة بنفس القوة كذلك. بن ناصر معاه زاد دولور، اختها دولور، راح دولور، دولور من هنا رجع اليمنى، كرة جول، كرة جول، كرة جول، أبو داوي جول، يا 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 هشام معلش، أول كرة صعبة للمنتخب الجزائري، البلدوزر دولور توغل، سلمها للصغير هشام بوداوي من هنالك بيمناه، حطها على الجهة اليمنى، مرت سلامات، أول كرة صعبة وخطيرة، محاولة التسديد لسمطة على الجهة اليمنى ولكن بعيدة من سمطة، فاتك فاتك يا فارس، العب العب يا فارس، التوزيع في القائمة الثانية، خطيرة الكرة، أولولو يلحقها فارس على جهة اليسرى، فارس لحقها ولكن المراقب بوداوي فضل الجهة اليمنى ولكنها لم تصل في اتجاه أدم والناس، تسترجع من مهدي زفان، يلعب من مهدي، يو 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 العودة الموفقة من علي متوني، بوداوي فضل الجهة اليمنى ولكنها لم تصل في اتجاه أدم والناس، تسترجع من مهدي زفان، يلعب من مهدي كذلك لأنه عندهم نفس المدرب هو جمال بلمادي، أدم والناس، ولولو ولولو رائع من أدم الناس في اتجاه إسلام الصغير آدم المبدع، يستلم الكرة وحطها مباشرة لإسلام، خرج خلف المدافعين، لم يناس، استلمها آدم، راحوا الناس، كرة خطيرة، والناس والناس يدخل، آدم والناس، آدم والناس، ولولا يراوغ، بل تعطيه الكيفية التي يفوز بها في الكيفية اللي يلعب بها ويفوز بها في المباراة، لأن فترة التواجد اللاعبين مع المنتخب هي قصيرة وقصيرة جدا طبعا ما عدا هكذا بطولة، بالإضافة إلى الحضور الشخصي للمدرب الذي يكون عنده الفيكيو، يكون عنده خل دولار، ما زال رائعة رائعة خطيرة، يا 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 هايلة من أندي دولار في اتجاه إسلام في القائمة الثانية. قلت أنغولي بالنسبة للرئيس ولا واحد بلحي أبوه، لا لا كونغولي مش أنغولي يعني. بين هشام بوداوي ترجع لوزن مهدي زفان، مهدي وهشام، مهدي زفان، التوزيع رائعة، وأدم الناس، أولالا رائعة من هنالك من مهدي زفان لإسلام ومن إسلام لمهدي، آدم والناس كان في المكان المناسب، أوي 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 الناس يوصل على عندي دولور، دولور دولور يلعب بينيا، دولور ترجع له كرة خطيرة، دولور دخل، دولور على الجهة اليسرى، دولور والدفاع وخطيرة، با 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 جول، إسماعيل براسر كرة أخرى، يا سلام على خط ال 18 سددها إسماعيل، كاد يأتي الجول الأول وكاد يأتي الهدف الأول لإسماعيل بن ناصر مع منتخب الجزائر، يا سلام في وقت كرة في المخالفة لسامطة لصالح منتخب التنزاني، وين على الجهة اليسرى حذرية رئيس المنتخب الجزائري، آدم والناس
الحارس والكرة مرت لم تصل الميدان مع رفيق فيصل سلوم. رجعت للخلف لمتوني، بعيدة الكرة، الكرة البعيدة، التغطية دفاعية من مهدي عبيد للتماس مباشرة لصالح المنتخب التنزاني من محمد حسيني. كلمة الأساسيين يشاركان في هذه المباراة، رئيس وابن بولحي وإسماعيل بن ناصر. الكرة في القائمة الأولى، التغطية من مهدي تهتز ترجع تنزانية، ما زال ساقط إسماعيل ينعت في نهاية المطاف، تروح لكيسي، رجع للخلف يلعب مع قلب دفاعه، متسلل هادم الناس في هذه الكرة البعيدة من أندي ديلور، موجود على الجهة اليسرى في الخط الأمامي، وأدم الناس على الجهة اليمنى من هنالك، وفي العمق إسلام سليماني. مراوغ بسهولة، يزيد يراوغ، أدم ما زال عنده الكرة، أدم الناس عرضية، البحث عنها رفيق حليش، محمد فارس على الجهة اليسرى، التدخل الدفاعي وراح التماس، الحكم يقول للمنتخب ناس، خاصة إذا غادر رفيق حليش، محمد فارس على الجهة اليسرى، التدخل الدفاعي وراح التماس، الحكم يقول للمنتخب أدم الناس، حتى مهدي عبيد عمره 26 سنة. كرة بعيدة في القائمة الثانية، محمد فارس يراقبها، أبو داوي يستلمها، أبو هشام، أبو داوي دخل، بوشاوي، أبو داوي، مانولا ضيعتها مانولا، أندي دولور في الاسترجاع، معك إسلام يوصلها لإسماعيل، ليس هكذا قول كرة قاتلة يا أندي، كرة قاتلة يعني في صراع ثنائي ممكن يصاب إسماعيل بن ناصر. تدخل قوي من قبل دافيد مونتيكا يخرجها في التقدم، ترجع لهشام مرة ثانية، اي 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 اي، معلش يا هشام، الكرة رجعت لي، يبحث عن الكرات البعيدة، وضع التسلل، نعم تسلل من صامتا في مباراة رقم 50 مع منتخب بلاده، مسجل 18 هدفا، هاي الإعادة وهاي الوضعية، انتع التسلل الواضحة من قبل اللاعب رقم من الوسط أندي ديلور، يبحث عن أدب الناس، طلق على اليسرى سريع، صمت مازال، صمت ورفيق في التغطية من أمام صمت، يلعب في الخلف، تروح لأدب الناس في وسط الميدان مع إسماعيل بن ناصر، إسماعيل بن ناصر ضاعت منك الكرة هذه، فان في التوزيع، القائمة الأول والدفاع صد، ما زالت تنزانية والضغط الجزائري من هنالك، كرة تنزانية، أولا لا رفيق مازال، جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، وحطها في الجول إسلام، جول لإسلام، جول للجزائر عند الدقيقة 34، يا سلام، الهدف 28، يا سلام عليك يا آدم، تمريرة ولا أروع في اتجاه إسلام، حطها في الجول، رائع أنت يا آدم الناس، قلت لكم إلا آدم من يعرف ماذا سيفعل في الكرة، كيف سيراوغ وأين سيمرر، إسلام سليماني هز الشباك، شوف التمريرة الرائعة من آدم الناس، تركها إسلام حطت في الأرض وحطها بيمناها في الزاوية اليسرى، وجول، كرة تنزانية، حليت في التغطية، آدم استلمها، آدم دخل، والناس ما زال، آدم يراوغ، بابا خطيرة، والناس ولالا، هل فهمتم؟ هل توقعتم؟ هل انتظرتم؟ هل علمتم ماذا سيفعل بالكرة آدم الناس؟ شوف الاستلام عندما يكون مع لاعب واحد يفعل به ما يريد، هوب المراوغة رائعة من آدم الناس باليسرى والتسديد باليمنى، راحت على يمين الحارس مانولا، استرجعها وتلعب على الجهة اليمنى، انطلق آدم الناس، دخل آدم الناس يلعب مع إسلام، ترجع لآدم، كرة خطيرة، با 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 عندي على الجهة اليسرى يلعب ممتازة لمحمد فارس، محمد فارس حتى إسلام سليماني ببراعة من هنالك، إسماعيل بن ناصر استلمها وراح ديلور وضع التسلل، راح ديلور وضع التسلل، الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول من المباراة 2-0 للمنتخب الجزائري.
راي التسلل هنا. كرة إسماعيل ثامر عمل ذلك آدم. استلم آدم وراح بابا 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 آدم الناس بابا بابا جول. إسلام وجول. ثنائية يسجل اليوم وهي الصورة الأهم والأروع. الكرسي الاحتياط كله فرحان بهؤلاء الصغار وهم يبدعون. نعم هي الصورة الأفضل من صورة الجول وأفضل من تمريرة آدم ومراوغة إسلام. صورة اللاعبين الاحتياطيين وهم يفرحون كلهم بالهدف الثالث. ليس هدفا قاتلا وليس حسبا حاسما. 3-0 للمنتخب الجزائري أمام تنزانيا بثنائية من آدم الناس في